هي دي اللعبة. شكرا يا غانم. استاذ زيزي؟ أنيسة؟ في حاجة حضرتك؟ أصل بقالي كتير ما سمعتهاش. بتضحكي الضحكة يا ترى. أهلا وسهلا. وتطلع مين بقى بسلام؟ أنا رشدي، رشدي بتاع الدعاية من طرف جمعة كوافيركي. آه، طب تعالى أقعد تعالى. ممكن بقى اعرف يا انسه مش زيزي ايه نوع السلعه اللي حضرتك عايزه تعليني عنها؟ سلعه؟ وانت شايف لي قدامك ايه؟ علبه سمنه؟ ده انا عايزاك تطبع ورق عليه صورتي وهدايا عليها اسمي وشنط بلاستيك واقلام ونتايج. ايه ده كله؟ هو افتتاح صيدليه وانت مالك انت؟ هو انت شريكي ان شاء الله تطبعي مسكيات. وعايزاك كمان يا اخويا تعمل لي اعلانات قدام الكباريه وعليها صورتي دي على كيفك. ماشي بس دي عريانه قوي. جرى يا اخويا؟ هو انت شايفني قدامك مدرسه؟ بقولك ايه، انت شكلك كده مش مريحني. عارف لو الشغل ما عجبنيش شايف الاتنين اللي وراك دول؟ الحقيقه شايف حتت منهم. تخيل انت بقى يا عينيا الحتة دي ممكن تعمل فيك ايه؟ لا في صورة عريانة أكتر من كده؟ طب جوز حضرتك موافق على الصورة دي؟ أهو جه. خبي الصورة دي، خبي الصورة دي. تعالى يا حامد، تعالى يا حبيبي، قول لي إيه رأيك في الصورة دي؟ حلوة أوي يا حبيبتي. عجبتك؟ ده مبسوط. عندك مانع؟ لا أبداً، نبقى كلنا مبسوطين والحتت مبسوطة زي الفل، ما عنديش أي مانع. ماشي أنا أروح أخلص الشغل وأجي لك على طول وعينيا ليكم. يا سلام، يا السلام عليكم. سامع محامد؟ الله على شنبك، الله. السلام عليكم. ممكن تطفي السيجارة؟ إيه؟ دي محطة بنزين ممنوع. أيوه بس لسه مولعها. طب بقول لك ايه؟ لف لفه كده عقبال ما اخلصها. العربيه ما فيهاش ولا نقطه بنزين. طب خلاص انت مزعل ليه؟ كفايه كفايه، وصلت للفلتر. كنت شميت ريحته كذاب. يا ساتي. احط كام؟ حط 10 80 وعينك على العداد وخليه يتوصل. ال80 بيخلي العربيه تكركر. تكركر ده ايه؟ وانا راكب جوزه. حط وانت ساكت. يا ساتر على الطمع. يا نهارك اسود ومنيل. افتح يا ملك. مش هفتح، مش هفتح الا لما ترجع لي الموبايل. بقول لك افتحي. ده انا هفتح دماغك واكسر رقبتك على الوديعه اللي كسرتيها دي. مش هفتح، مش هفتح كده. انت فاهمه يعني ان انت كده بتنوي دراعي يا ملك؟ وهفضل حبسه نفسي كده لحد ما اموت من الجوع. انا عايز اموت كده. طيب يا ملك، طيب يا بنتي. يا بابي الوديعه ميعادها شهر 5. تكسري الوديعة قبل ميعادها بيومين ليه؟ ليه يا مفترية؟ ربع مليون جنيه ما تديهوش ايه؟ رد عليا. في البورصة؟ في البورصة؟ بورصة؟ يا دي البورصة؟ ولا يا اختي مش هخلص من البورصة دي؟ إن عمري ما كسبت منها حكيم. ها؟ البورصة، البورصة دلوقتي قطعلها دار ودوات الشارع وبعدين دي فلوسي ورثة أمي. أمك، أمك كانت شحاتة. أمك ما عرفتهاش حاجة يا أختي. انا اللي كنت بنت الفلوس لامك قبل ما تموت. ويا رب اموت انا كمان عشان تخلص مني. يا رب يا اختي. يا رب تموتي وروحك سيدي داهية. يا رب، يا رب ريحني منها. يا رب ريحني منها بقى. يا رب. وادي الجرايد اللي مضيع فلوسنا عليها. سمعتك على فكره. ده شغل، شغل يا جهلة. انت ما روحتش؟ لا. في ايه؟ في ايه مالك؟ في ايه يا بنت مالك؟ لا
الله يا كريمة كريمة بقى بس يا كريمة الله في ايه في ايه الفنانة الحملات الرهيبة دي دي مش رهيبة دي جل دي حلوة قوي شكرا انت هتكلم بابا امتى ليه وعايز فنانات لا لا طب بص اديله رنة وهو هيتصل بيك اه رنة عارف انا موضوع رنة ده بقولك ايه يا كريمة نعم انت ما بتزهقيش هو انت شايفني وحشة هو انا بس اللي شايف كده طبعا ما انت كنت تقعد مع الرقاصة دلوقتي انا اللي طلعت وحشة احترمي نفسك الشغل بتاع الرقاصة والحانوتي على الكمبيوتر هنا انقليه على ديسك وابعتيه المطبعة وقول لهم ان احنا مستعجلين عليه فاهمة ولا مش فاهمة حاضر اوعي ماشي يا رشدي اشوف انا ولا رقاص دلوقتي فضحتنا بقت بجلاجل في البلد كلها يا ادهم بيه حضرتك ليك منافسين كتير اكيد حد فيهم عرف موضوع انخفاض المبيعات راح مسربه ما هو ده اللي مجنني الغسالات ما بتتباعش ليه الناس بطلت تنضف يا ادهم بيه انخفاض المبيعات في حاله وجود منافس جديد وبسعر ارخص شيء طبيعي جدا عشان كده انا عندي اقتراح احنا نصرف اكتر في الدعايه ده بيقول لي نصرف يا نط يا استاذ انا بدفع لشركتك 150,000 جنيه في السنه في السنه 150,000 جنيه وجاي دلوقتي تقول لي اصرف تاني يا ادهم بيه ده المنافس بيدفع فوق المليون مين ماشي يا لطفي الغاب ماشي يا لطفي يلا يلا ماشي يا لطفي يلا مع الف سلام الف ايه للتبذير بتاعك ده الف يلا في داهيه يلا بقى خليك غرقان في خسارتك حاسب على الشاي بتاعك قبل ما تمشي وانتوا كمان كل واحد فيكم يحاسب على الشاي بتاعه قبل ما يمشي ايه يا واد مالك مبلم لي كده ليه يا نهار ابوك اسود ايوه عم حامد مالك في ايه تعيان ولا ايه انا رشدي مش فاكرني ولا ايه يا عم حامد عم حامد مالك بقى انا الموت علي حق موتوه هو ايه اللي حصل بقى لزيزي كهرباء اخر الاحزان حزنوا ايوه حصل انا المعلم اجاني على سنه وقمح خلتني ركاسه مصر الاولى ها حصل ده انا ما كنت تحط هنا متيني وسواري هو انت بقى بتاع الموت علينا حق شوف شغلك هنا اشوفك في الاخره بقى اضربك فين مفيش في وشك مكان يا عم اضرب وانت هتركن تري عينك الشمال يلا بس للدرجه دي الرقاصه والحانوتي شبه بعض قوي كده عشان تتلخبط ما بينهم بس يا اخي انا بجد وحي مش عارف المصيبه دي حصلت ازاي معلش تلاقي بس السهر والاراق خلاك اتلخبطت وبدلت السرعه المهم فين الشغل يا عم انت قدامك يا عم على الكمبيوتر حلو قوي تسلم دماغك اي خدمه يا عم ودول يا سيدي 200 جنيه بقولك ايه يا سموحه ما تشوف لي عميل من العملاء الكبار بتوعك يظبطنا في اي مبلغ كده في شغل حلو ولا حاجه لحسن حلم اشفرك بدل التنقيط ده يا ابني مفيش احلى من الشغل اللي بجيبه لك ده الشغل مع الناس الكبار ده وجع دماغ يا سيدي اهو اجرب انت حر هديك عنوان زبون اسمه ادهم الشاذلي زبون 100 100 ليه قصه كده هحكيها لك بعدين بس اوعى تقول انك من طرفي حبيبي يا عم هو انا عيل اقول انك من طرفي ربنا يكرمك يا سموحه يا اصيل يا رجوله ايه بقى اللي انت بتعمله ده يا اخي مش عارف التلفزيون ده كان بيجيب القناه الاولى حاولت اجيب له الثانيه مش عايز الزر ضيق شويه لا بنرمي الزباله ده زباله طب بيجيب الجزيره ده جزيره اه جزيره ايه جزيره الذهب اللي قدام الناحيه الثانيه خلص البنت خليها تتنقل الزف حاضر يا ستي يا بتتجوز ولا بتولد ايه مني في يا جمعه ايه القلق ده ايه الزحمه دي ده فرح ولا ايه عروسه دي يا اخويا عروسه امال جاموسه طب الراحه شويه يا ستي الف مبروك على الجاموسه
يلا يا جمعة خلصت؟ خلاص خلاص شطبنا، اتفضلي. يلا يا بنت كمان زبونة. بس يا سيدي مش عارف اجمع قرشين انكس بيهم البيت اللي هيقع على دماغي ده. يا عم ولا تضايق نفسك، انت مش قلت لي ان انت لسه واخد 200 جنيه من سامح الزفت ده؟ اديهم لي اديهم لي اديهم لي اديهم لي ليه؟ هات بس انا هخلص لك موضوع البيت ده. بيت ايه اللي هتنكسه ب 200 جنيه؟ اسمع كلام صاحبك مره واحده، اسبق ان انت على البيت وانا هجيب الناس واجيلك. انت متاكد ان الناس دول كويسين؟ دول 200 جنيه. ما تقلقش يا عم، مفيش حد هينكس لك البيت غيري. يا غبي حبيبي. ايوه